بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كان اليوم واحد اللقاء مع برئاسة السيد رئيس الحكومة لتفعيل المراسم الكبرى ديال الحماية الاجتماعية كما جاء في التوجيهات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو. وحنا ملزمين، عندنا سقف زمني اللي هو آخر السنة، وخصنا ندخلوا في الإجراء ديال التأمين الإجباري عن المرض، لأن غنبداو نتكلموا على التأمين الإجباري عن المرض، ما نتكلموش على شي تأمين آخر، لأن هذا كيتجلى في إطار ديال التضامن ديال جميع الفئات. والحمد لله أن المفاوضات سالت مع جميع الفئات. اللي كاين هو مهم اليوم، وهو أن من جوج ديال الملايين اللي هما مسجلين المساهمة جد ضئيلة، ما يمكنناش نوصلوا لواحد المبتغى إلا ما كانتش المساهمة الفعلية ديال جميع المواطنين اللي هما المؤمنين، باش ذوي الحقوق تاعهم كذلك يستافدوا. إذا هذا هو الرهان اللي كنطلبوا منه المواطنات والمواطنين، أن في إطار هذا التضامن الفعلي للجميع، الكبير مع الصغير والمريض الصحيح مع اللي صحيح بصحيحته مع اللي مريض واللي لاباس عليه، ما هذا فخص ولا بد المساهمه الفعليه في اطار هذه المفاوضات اللي تمت الحمد لله، باش يمكننا ندوزوا الاجراء ديال الفئه الاخرى ان شاء الله في ما تم السنه ان شاء الله. شكرا. الكوتيزاسيون سيدي الوزير غتكون شهريه؟ على حسب يعني على حسب، لان كل المفاوضات سالت، وكاين كل واحد اللي عنده الحسابات وكاين اللي ما عندوش حسابات، وكاين اللي عنده الحسابات حتى للسنه المقبله. فبالتالي كاين المساهمه راه هي مضبوطه بواحد المسطره، اللي كنطلبوا دابا هو الاجراء ديال هذه المساهمات. اليوم يلا تقريبا 10% اللي ساهموا، اذا الباقي خصو يسرع بالمساهمه، ما نكتفيوش على التسجيل. حنا دابا كنقولوا في الاطار ديال التواصل ديالنا التسجيل، ولكن اليوم خصنا نقولوا المساهمه باش كل شيء يستافد. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.